اسمع عراقي واشرب قهوه. هذه كولد برو؟ ها ايس امريكان. ايس امريكان ولا شبكي؟ هي يبغى لي كافيين صح؟ ضروري. اليوم ما كملت الكولد برو؟ لا هذه حين جغمتين والله ما اقدر. والله الفرقه حيل استعجلت. قاعدين ندور سجاده انا وفراس هنا. فراس بالله ايش رايك باللي حصلناها؟ هذه اللي وراي جامدة شوفوها. السلام عليكم. اليوم نسوي لكم شو اسمه سجادة الحلقة هذه. توليت اني اقول له ما ابغاها. ليش؟ والله بسطر بل سطرني لو قلت ما فيها. خلاص جيبها. ننو والله قمت اكل وجبات بدون كارب. تخيلوا عندي الوجبات الباقي بدون كارب. يه 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 هالشقة الحلوة لسه ما خلصت بعد. هذاك لسه بعد له. شوفوا هنا ولسه باقي هناك. وايش هال مكتب الوصخ. ليش؟ ليش؟ لان انت كل شيء نشوف عينه مو بعارف. اي كل ما انظف احط على المكتب فراش. شوف 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 مكتبك تحط عندي. شوف صح صح حركات. شوف الماك بوك مع الطاولة كيف. اول شيء تفضلوا تفضلوا. هذا تسخين قبل يصير عندي شقه خاصه. ايش هم تبين؟ هذول رفوف؟ انت بتشيلهم؟ بشيلهم، احتمال كبير اشيلهم. بس لسه خليني اكمل السيت اب. باخذ شجرته انا باخذ اغراضك. بنبدل شجر واعطيك الشجره ذيك. هي ايش رايك الدنيا ده من 10؟ جنن. ماما من 10؟ حلو بس عطني ذي الشجره ورديه. لا ماما الشجره ورديه لا بشري واحده هذه ما اقدر اطلعها. ماما لا 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 ماما والله مره حلوه الشجره الورديه. ما انت تفاجئتي ايش رايك؟ والله حلو صراحه. كوزي صح؟ اي والله معي اضاءه. صار ملموم الديوانيه ملمومه ولسه ما خلصت. هذا كله بغيره بعدين. والله كانك عزوبي وشيلهم بشيلهم اللي ورا. ايه نطلعين كلام شو اللي عزوبي وش قلت لي؟ هو عزوبي طيب. يعطيها العافيه معها هي اللي قصت الصور وفضتهم وركبت هذه. ما شاء الله ما شاء الله. بنعال؟ بونديا. كيوتنس للي بيسأل خذيت هذا المنتج نمت الساعة 12 صحيت الساعة 3:30 كذا يعني صحية اللي فيني نشاط بس قلت أوه لا لازم أرجع نام لأن 3 ساعات ونفس كل مرة تصير لي بعدين صحيت بالضبط 5:45 يعني ما عطاني نوم بوف مرة ستريت بس أحس أني صاحي شوية جسمي ريكفرد أكثر ومستحيل أصلا الريزلت يبين على طول من أول مرة بشوف بعد أسبوع هل بيعطيني 6 ساعات المتواصلة ولا لا؟ لابس مروق اليوم بيض وبحلي على البانكيك وهذه بقصها بحطها هنا واللوجو موجود. صباح النور يا نجمة النجوم. ما تجي معانا الشرم ياض. دادي صبح صبح. شايف الفيد؟ الثوب وسيع ولا انت نحفان؟ خلنا نعزز له. نحفان صح؟ تصدق مبين من جهة كذا الساعد من جهة أصابعك الصبع ده إيه؟ طب كيف شكليت أمس في الليل؟ سندويش. شوف سندويش ما يصلح ما يصلح نشويات آخر ليل طال عمرك والله. شو فطرت اليوم؟ بفطر بروح أتحلل. أوه تحلل؟ شيك اب حلو عشان الفيتامينز؟ ها؟ عشان الفيتامينات؟ كله ما شاء الله ما شاء الله. واذا الاشياء اللي ما بيسوونها بحاول اعملها في البر. طيب هذا طق اشوفك يعني خفيف لابس رياضه هل هذا طق من الجيم ولا؟ لا هذا الثوب طق من الجيم ولا لا؟ ايوه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صباح الخير جميعا تمنياتي لكم ان شاء الله بيوم سعيد. والله يوفق جيش من هذا طلول الفرع الاسمر.
بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. هذه تحطها هنا. شايف عينك عليها. تحطها هنا تخلص مشوارك ترجع تاكلها بعدين على الجيم سيدة. احمد ايه صح؟ لا ما في. شفت؟ ما كلت شيء ما كلت شيء. اخوي هي ايه صح؟ والله ما كنت رز. انا ام زيرو كا نو كارب يسترداي مي. كليت بس تجار. ايش؟ الحين الوجبة اللي انت حاطها تقول حقتي مش مكتوب؟ حرف الاس؟ ايوه يعني حبيبي روح جيب لي هذه وجبتي. لا والبجيح يحطها يقول ايه هذه وجبتي. سعود انت تاكل الحين؟ حبيبي غدائي. متى غداك؟ غدائي متى غدائي؟ الساعة 11:30. طيب خلاص بجيب لك وجبة هذه لازم اكلها انا قبل التمرين. متى تخلص تمرين؟ باكلها قبل التمرين. اي متى بتخلص تمرين؟ بخلص تمرين الساعة 2:00 بس الحين بطلع بجيب لك هذا. يلا نشوف. طيب تطلع معاي بخلص مشوار. وين؟ بحين بقول لك سر عشان دول اللي تابعون في السناء. اوه يا الله ايش سويت انا ايش سويت؟ ايش تزعجونا؟ ايش نزعجنا؟ قومي ما في نوم هالوقت. ما شفتي الانتربرنور مورنينج رايد؟ ما شفته. انا إيه؟ شفت نصه. ايه ليش؟ اوكي امرتي كان صحيتي من الساعه 3 الفجر اليوم. واخر يلا خلاص بطفي المكيف افتح الدريش حبيبي. احمد وقفه والله ما تطفي. ايش ايش امي ايش؟ تعال تعال قول ان انه ما ضبطني توها بدايه الطلعه. سلام عليكم. بس مزعج صح بيخرب التصوير. انا ابغى احطه بالاستديو ورا بس خربان هذا. اي يرقى بس قالوا نحط على سجاد حلو. هل احط هذا ورا ولا احط كنبه؟ ايش رايكم يا جماعه؟ سعود فكر. يعني شوفوا السيت اب اللي ورا مكان السرير صراحه ودي احط شيء زي كذا. شوف بقلب الدوانية غابة ولا حط كنب عادي بس مو هذا اللون. والله الله حق هذا حلو بس لون سماوي مثلا. يا حظ زوجته بس ذوقه خايس. الله يبارك فيكم. اول شيء يا جماعة شوفوا اقسم بالله ان وجهي بيجي من الابتسامة والضحك. باركت لكم وادنا سنابي توثق. دلال هي اللي كلمتني قالت لي احمد نجمة بحسابك. باركت لكم وصورت ومدري ايش مع الفايبس. اخر شيء حطيته في الجهة اللي صارت فريندز اونلي. الحين خلاص تغير لما اصور سنابة هذه انزلها بجهة الحساب الموثق عشان يصير بابليك. فالله يبارك فيكم يعطيكم العافية. وهذه الشجر عليها خصم يا جماعة. شو اصور شو اصور؟ وشايفك كانت بتقول يا الله توثق حسابه طلع لنا اكسبلور ايش يبغى. دقيقة اشرح لك. تشل الله يسامحك التوثيق. ما جيت الا في حالتي كذا. ويني وانا محلق وكاشخ يوم كنت كيوت ايام. جا 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 ها سناباتي ولا لا؟ توثق ولا ما توثق؟ سناباتي ولا لا؟ بفتح سناباتك. اسمع حط ببيع الشجرة هذه. السلام عليكم. كورونا كورونا وخر وخر. دقيقة توثيق. هذا اخوي فيصل. احس شعور غريب. وهذا اخوي سعود. يلا مين اكبر؟ اي واحد منهم الكبير؟ يا جماعة ترى والله جد شعور غريب. تخيلوا الناس اللي بتجي الحين حرفيا ما شاف حتى سنابات امس ما شافتها ولا تدري مين انا وليش توثق حسابي وايش اسوي عشان يتوثق حسابي. فخليني اوريكم شيء مرة كيوت. هذا الشيء يا جماعة تكتب اليوتيوب نانوش 771 تطلع لك قناتي اهو 496 فيديو 1.6 مليون عندك فلوقات سفرات لايف ستايل كل شيء تبغاه موجود في القناة. فهذه هي وظيفتي. هذا برنامجنا الجديد برنامج صباحي مسوينه اسمه مورنينج رايد. المهم ادخل القناة وحوس بعدين ارجع تابعني سناب. هاي قرقو تعالوا تعالوا اوريكم دوانياتنا. طبعا هذا اخوي فيصل بنحط له كود خصم. ها ضحكتك تغيرت بعد التوثيق. لا تغير لا مع التوثيق ولا بدون. المهم الديوانيه كانها تدري انه بيتوثق الحساب تونا معدلينها. هذا اخوي سعود هذا المكتب البزنس حقنا. هذا درع المليون درع ال 100,000 حق اليوتيوب شهاده الجامعه الكيوت. الاشياء هذه عاد ادخل قناه وحوس. ايش قلتي؟ ايش قلتي؟ وين مشهور؟ من اشتاق لك فترة وحبك. تدري ان انا وسعود درينا ان حسابي يتوثق منك؟ قسم بالله انصدمت انا اصلا. تخيل احمد كنت اكلمك عادي فجأة يوم اشوف كنت ارد. كنت تكلميني ايش؟ كنت اكلمك عادي. لا كنت تكلميني عادي عادي. ايوه بعدين
بعدين فجأة أنت ترد علي، بعدين شفت النجمة قلت يمكن معلق، إيش دعوة مستحيل يعني على طول صارت. إيه وناسة وناسة. أقول إيه وصلك سناب أمس أنا ترى أمس سابكم مضحك. حبيبي بطلع من البيت بأخذ لي شقة في دبي الحين. سناب متوثق. قبل التمرين أنا ناس وغرشتين موي لازم معاي. قبل التوثيق كنت بالضبط الساعة 12:30 بالجيم، الحين أنا متأخر على المدرب. I don't like it. السلام عليكم، عندك كمام زيادة؟ كمام في السيارة زايد؟ شكرا، ماني خلق أرجع البيت، وصلت الجيم. السلام عليكم متابعين، اليوم عندنا تغطية في الصيدلية. عرفت يعني إحساسي موثق، باخذ كمام ماني خلق أرجع البيت. السلام عليكم، الله يبارك فيك، والله ودي اعطيك هق بس كورونا. من بعيد من بعيد من بعيد. كيف التمرين؟ والله العظيم منك حبيبي. حبيبي يعطيك العافيه يعطيك العافيه. اسمع كوتش، حسابي توثق في السناب والله، يعني التمرين اليوم ايش حريقه. وجبه مفتوحه؟ لا 4-5 جولاي وجبه مفتوحه. ما عليك ماسكني صح. يلا 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 تنفس. I can't. واو. السلام عليكم. حال معرق معرق من الجيم والله. مبروك مبروك. الله يبارك ان شاء الله. الحين لازم اتعرف نفسك عشان الحين ما يدرون. الحين الناس اجداد يشوفون. أنا ما يعرفون مين انت، ولا يعرفون ان انت تضحك، ولا يعرفون سالفه الرجيم، ولا يعرفون انك جلادي. ايش عمرك؟ توثيق الماسنجر عباره عن ايش يعني؟ هذا ماسنجر يمكن يمكن نجمع رموز. هذا سناب. اذا قول شو يضحك قايل لكم عفو يضحكني. سناب الحين 3-2-1 اكشن. ابارك لك على توثيق السناب وعقبال ان شاء الله اللي هي انستغرام انستغرام اليوتيوب موثق باقي انستغرام غيرها ان شاء الله وتستاهل كل خير حبيبي. يعطيك العافيه. واللي اتمنى من المتابعين الجدد الجدد اللي ما تابع اول عنده فرصه يتابع ان شاء الله في الايام القادمه والايام يعني ما نقول ايش كنت تسوي يعني شوف عندك اشياء جديده خاشها. لا هم بيمكن يشوفون الاولي. لا السناب اول ما اول ما اول سناب يعني اذا عندهم فرصه عندهم فرصه في جديد ان شاء الله. ان شاء الله يعني انت عندك اكشن يعني. طبعا والله جاهز. طبعا طبعا في اشياء حلوه وفي اشياء جميله ان شاء الله بتوثق وبتعمل وعندهم فرصه ان شاء الله انهم ايش ينضمون للفريق. ينضمون للفريق. هاني ام هوم ويلكم هوم. مبروك. سلمي 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 عليهم. الله يطعمك خير هالنجمه ويكيف شرها يا رب. قولهم يا مرحبا ترحيب. يا مرحبا ترحيب. احلى جيجي شنا النور. الحمد والشكر لرب العالمين. الحمد لله. ثم للجمهور وجيش النن. الحمد لله الحمد لله. الله يعطيكم الصحه والعافيه جيش النن. دعموا دائما في كل لحظه في كل وقت. شو تصحين دمعت دمعتي. ترجع من تمرين قاسي غداك جاهز صلاه على النبي. اللي شريته من يوم الصباح يا جماعة الكورنر هذا والمخدة هذه. أبغى مخدات سماوية قريبة اللون هذا عشان أحطها هنا وهنا. وشريت هذه هنا أول شكلها حلو، وبعدين لما أقعد ما أحب أشوف الأسلاك. أشوف. سلام عليكم. الحمد لله على السلامة. دائما الطلبات اللي ترجع تكون برا تجيبها رمكس. إيش السبب أخوي فراس؟ عنوان غلط. عنوان غلط. رقم جوال غلط. رقم وما يحطوا رقم واتساب صح؟ طبعا فراس مدير البزنس حقنا البراند هذا اللوجو بشرح لكم اياه بعدين. بس المشكله يا اخي مكتبه مكتبه مو حلو. بعيد الموضوع. بعيد لان في ناس جدد. انا كل ما انظف الديوانيه اقط هنا صراحه. كلها عندك في المكتب. طبعا هذه ممنوع. لا والله هذه شارين عشان نحطها عندك انه ممنوع التدخين في الديوانيه وعندنا واي فاي مره قوي. المهم شريت الاشياء هذه لاني بعلقهم فوق هنا بقلب الديوانيه غابه. اوف قاعد يطالعني لكني اشتهرت. انا شاف النجمة. انا وثق حسابي. عل عل هذا اللي يبغونه في التوثيق والسناب البابلك. ما شاء الله. 3 ضغطات ولا ضغطتين؟ اخلي ضاغط يا جماعة. جت بوقتها صلاة على النبي مع التوثيق. شنقان معطيني
سيارة نسوي عليها ريفيو الويكند. بسم الله. السلام عليكم. ما شاء الله ما شاء الله. هي العب حركات واحد اليو اس بي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. صراحة فخمة من داخل. مرة حلوة فتحة واللون اللون مرة حلو. خلوني اتعبث على راحتي يا جماعة. لو عندي حلقة حق المورنينج رايد جاهزة كان صورناها بالسيارة. وش اللي يمشي وات يا جماعة؟ قالوا لي السعر وقالوا لي عادي اقول لكم. بس قبل اقول لكم السعر بوريكم السيارة من داخل ومن برا وبعطيكم فرصة تخمنون بعدين بصدمكم. بوم. مستحيل. وصلت البيت يا جماعة. خليني اشوف من ورا كيف وسيعة ولا لا. انا طولي 182 مرتاح هنا وهنا الحين مرتاح. شوفوا ما تصقع. واو واو سيدان بس فيها يسمونها هاش بوكس ما ادري لانش بوكس. خلينا نشوف كيف تفتح. تسوي كذا. ها سيارة ثانية. سيارة جديدة. سلم عليهم سلم عليهم. السلام عليكم. كيف حالك؟ يلا نطلع ناخذ قهوة. يلا بس انتبه لا تضيع مع الجلد الأحمر. يلا let's go. تفضل تفضل. صلاة على النبي. يلا let's go let's go. اوف جو. ناخذهم؟ لا نروح لحالنا. نعم نعم. اركب اركب اركب. ما شاء الله ما شاء الله. يلا اذا تركبون تستأذنون من طلول. ها طلول نركب ولا لا نركب؟ يلا يا سعود ولا فيصل؟ يا سعود ولا فراس؟ واحد اختار واحد. يا فراس يا سعود. يلا طلول اخوك. ها اركب فراس. فراس فراس يجي معنا. ايه راضي راضي. يلا ركبوا ركبوا من عبي بنزين زين فراس قال لي. يلا 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 انا ابغى رايكم وسيعة من ورا ولا لا صراحة. ايش رايكم؟ ما شاء الله. سعود كيف مريحة؟ تونا ما ركبت وسيعة. قصدي وسيعة ركبتك. انت مستحيل ركبتك تصقع. سعود ما شاء الله كذا طولة سبونج بوب حطف عندك. انا نبغى نعلي صوت الراديو ما في الا من هنا ادري بس في راسي يقول لي سو كذا مو كذا سو كذا كذا البي ام كذا يسوون. طلعوا سو 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 طلعوا سو كذا. اي عطى جو. هي هي اسمع كلام انا كويس. هذا في نفر جديد. لا تعال تعال سوي انا خلي كلم انا مظبوط. يلا الحين بصور واحد اثنين ثلاثة. كلام 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 كويس مال انا. هلا هلا انا مش اللي ورا. هذا صديق انا هذا صديق. هذا من كثر ما يعبي بنزين انا ما عندي سيارة. يلا كلام كلام. يلا كيف الحمد لله كويس 100 100. احسن واحد. ايوه يا جماعة السيارة عبارة عن سيدان اللهم الشنطة كبيرة لترلي يعني. شوفوا هنا خلاص تفتح ما في شيء ورا ما عندك سبيس. ما شاء الله ما شاء الله كذا شكلها من برا والله مرة حلوة نفس قصة البي ام والمرسيدس. شوفوا شوفوا يا حليل الشباب. ها مبسوطين مبسوطين يا حليلهم. عازر تقدر تسوي الحركة هذه. Let's go. واو ابو الراحة. لا سكرين شات ولا تصورها ولا تروح الاستديو ولا تنزلها ولا شيء. I like it. اكل تايم. Let's go. هذا التيم ولا بلاش. والله يا جماعة ان كلكم قاعد تقولون ان انا انكم مبسوطين اكثر مني. حقيقة مشكلة التوفيق في السناب لاحظت الفترة الأخيرة ومشكلتنا احنا المشاهير. يا الكريم يا رب السناب هاي تنزل انا طلعني 4 مرات. المشكلة انه يعلق والمشاهدات ملخبطة ويطلعني فيقولون يومين او 3 ايام ويضبط. بس احلى شيء صراحة يا جماعة اني صرت اقدر اقرا الكومنتات حق
حقتكم ما يحتاج ادخل على الشات، فاي شيء تكتبونه يجيني از ا كومنت. جنن. عاد اسمحوا لي يا جماعة الجداد، الميانة للحين ما طاحت لدرجة اني اوريكم روتيني الليلي، كريماتي وحركاتي وش استخدم.